جبل بني معروف يا هلي ها عزوتي شرابت الدم الحمر اهل الكرامي من الدار الاول حمات الوطن تشهد لكم كل البشر وربوعي هلنا من فروع مسلسلي وربوعي هلنا من فروع مسلسلي يوم الحرايب صيتكم جاز البحر بعدين الفرنسويين صاروا يصرفوا تصرفات ما صالحة ما بتتناسب مع حالة البلاد اي نعم صاروا يضغطوا على الرؤساء على الزعماء يعني ما تحملوا الشيء هذا كله اجتمعوا صاروا يجتمعوا للزعماء البلاد يبحثوا في الامور انه شو بيخلصنا عاد من الفرنسويين غير الثورة صار اتفاق على فسع نطاق الثورة سنة 1937 حتى اجبرنا الفرنسيين يعترفوا باستقلال البلاد وينسحبوا نهائيا من ايها العرب السوريون تذكروا اجدادكم وتاريخكم وشهداءكم وشرفكم القومي تذكروا ان يد الله مع الجماعة وان ادارة الشعب من ادارة الله لقد نهب المستعمرون اموالنا واستأثروا بمنافع بلادنا وأقاموا الحواجز الضارة بين وطننا الواحد وقسمونا شعوبا وطوائف ودويلات وحالوا بيننا وبين حرية الدين والفكر والضمير بهذه الكلمات الوطنية أقدم سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى على إعلانها ضد الانتداب الفرنسي في 21 من شهر يوليو عام 1925 هكذا بدأ الأجداد الثورة واليوم يعيد الأحفاد الكرة حيث خرج أهالي السويداء وتحديدا في بلدة القرية مسقط رأس سلطان باشا الأطرش خرجوا بمظاهرات لإحياء الذكرى 39 لوفاته هاتفين من داخل ضريحه بشعارات تطالب بإسقاط نظام الأسد وإطلاق سراح المعتقلين مظاهرات تأتي على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وخاصة في مناطق سيطرة نظام الأسد فهل تتوسع تلك التظاهرات التي خرجت في السويداء لتشمل مدنا أخرى كدمشق وحمص وحماة حتى مدن الساحل أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج في المنتصف إذن مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع والانهيار الحاصل في سوريا وأيضا إحياء ذكرى 39 لوفاة سلطان باشا الأطرش رحب بضيوفنا هنا السيد صالح فاضل صالح مستشار التربوي والاجتماعي أهلا بك معنا سيد صالح والعميد الدكتور عبد الله الأسعد مدير مركز دراسات رصد الاستراتيجي أهلا بك معنا وكما نرحب من العاصمة الفرنسية باريس بالدكتور فايز نايف القنطار الأكاديمي السوري أهلا بك معنا سيد القنطار وأيضا بالأستاذ أسامة بشير المعارض السوري وكما نرحب بالإعلامي والباحث الاقتصادي السيد عدنان عبد الرزاق وقبل أن نبدأ اللقاء معكم والحوار ضيوف الكرام أدعوكم إلى أن تكون الإجابات مختصرة نوعا ما كي نوزع الوقت وقبل أن نبدأ في الحوار العام والنقاش العام أعطي لكل ضيف يعني كلمة في الذكرى 39 لوفاة سلطان باشا الأطرش أبدأ من عند السيد صالح فاضل صالح تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المناسبة نقول لشعبنا السوري عامة ولأهل سويداء خاصة في ذكرى وفاة سلطان باشا الأطرش الذي ثار ضد الاحتلال الفرنسي أن نقول لهم أن هذه الثورة قامت يعني السبب المباشر كان سبب بسيط هو خرق للقيم العربية التي امتاز بها السوريون وامتاز بها أهل سويداء عندما أجار سلطان باشا الأطرش أحد الثوار بينما الفرنسيون خرقوا القيم وجاءوا عنوة لاعتقاله فثار سلطان باشا الأطرش ومن خلفه بني معروف في جبل العرب نقول لهم
هذا السبب البسيط كان مدعاة لثورة، فكيف نسكت على من قتل مليون، على من قتل 105,000 امرأة، نعم، وأكثر من 200,000 طفل وغير ذلك كثير من هذه الجرائم. سنفصل في تفاصيل اللقاء حول هذا الموضوع، وأيضا سيادة العميد كلمة لكم في هذه الذكرى، ذكرى 39 لوفاة سلطان باشا الأطرش. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللسادة الضيوف. في الواقع طبعا في ذكرى الثورة السورية طبعا كل السوريون يفتخرون برموز الوطن وبقائد الثورة السورية سلطان باشا الأطرش، وطبعا هذا اليوم الذي يحتفل فيه الشعب السوري بالكامل بالثورة السورية ضد الفرنسيين، طبعا لابد أن يكون الشعب السوري كله متكاتف، ويجب أن تكون إشارة إلى أن يكون الشعب السوري متلاحم وذو لحمة وطنية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وأن يتكاتفوا ضد هذا الغاصب الأسدي. طبعا لا يختلف عن الاستعمار الفرنسي، وهو أسوأ من الاستعمار أيضا لما فعله بالشعب السوري، كونه هو يعني من الداخل كالسرطان الذي يجري في الجسد. وطبعا الشعب لديه قدرة ولديه رموز ولديه تاريخ، ومن لا يفخر بتاريخه لا يستطيع أن ينطلق إلى مستقبل صحيح. وأيضا أنتقل إلى ضيفي من بلغاريا السيد أسامة بشير المعارض السوري، وأيضا كلمة باختصار إذا سمحت حول ذكرى وفاة سلطان باشا الأطرش. حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتي الكرام. بالنسبة للزعيم سلطان باشا الأطرش، هو زعيم الوطنية ورمز الوطنية السورية، ويرمز يرمز إلى توحد الشعب السوري. نتمنى نحن أن يكون كل بني معروف كما هو السلطان باشا الأطرش، وأن يكونوا فعلا أحفاد سلطان باشا الأطرش. كما هو الاحتلال الفرنسي، فلدينا الآن أصعب من الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الأسدي والاحتلال الروسي والاحتلال الفارسي. نتمنى أن تتوحد جميع الجهود من كل الطوائف ومن بني معروف خاصة ليكونوا قدوة للآخرين ضد هذا المجرم وإسقاط هذا النظام. وأيضا أنتقل إلى ضيفي من باريس الدكتور فايز القنطار، وأكيد الشهادة مجروحة منكم وأنتم من أبناء السويداء، تفضل دكتور. تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة. نحيي الرحمة والخلود لهذا القائد العظيم سلطان باشا الأطرش، الذي شكل رمزا كبيرا من رموز الوطنية السورية. هذا القائد دخل قلوب السوريين لتفانيه وقضاء حياته كفاحا من أجل وحدة سورية ومن أجل استقلالها ومن أجل حريتها. ثورة الأطرش كانت ثورة حرية وكرامة، كانت ثورة ضد الظلم وضد التعدي على كرامات الناس، كانت ثورة من أجل كل السوريين، وسرعان ما انتشرت ولد النداء السوريون في مختلف مناطق سوريا الكبرى، وليس سوريا التي نعيشها الآن، امتدت إلى لبنان وإلى باقي المناطق السورية. وعندما اضطرت الثورة للانكفاء في منطقة اللجاء، يعني نحن نفتخر أبناء اللجاء بأن بلدتنا كانت، مضافاتنا كانت ملتقى هؤلاء الثوار الذين سطروا بدمائهم ملحمة الوحدة السورية وملحمة الوطنية السورية وملحمة الكفاح من أجل الحرية في هذه المرحلة المبكرة من القرن العشرين. وهذه الثورة التي شكلت منعطفا بارزا في تاريخ المنطقة العربية، وأعطت درسا كبيرا في دروس التحرر، وسنفصل في ذلك دكتور فايز في أيضا تفاصيل إرادة الشعوب على نيل هذه الحلقة. أشكرك، اختلال قوة. تحية لسلطان الأطرش ورفاقه الميامين الذين سطروا هذه الملحمة الرائعة، نعم، بالرغم من محاولات. سنفصل دكتور، سأعطيك الوقت لكن الوقت يعني لتوزيع الوقت بشكل مفصل. دكتور فايز هل تسمعني؟
نعم دكتور فايز، وصلت الرسالة منكم وسنفصل أكيد في التفصيل في تفاصيل الحلقة في موضوع أيضا خروج السويداء بمظاهرات في بلدة القرية مسقط رأس السلطان باشا الأطرش، لكن للدخول في تفاصيل الحلقة وبشكل أوسع نرحب أيضا بسيد الإعلامي والباحث الاقتصادي عدنان عبد الرزاق. وسيد عدنان أبدأ الحلقة معك من الجانب الاقتصادي، نحن نناقش اليوم انهيار اقتصاد في سوريا وأوضاع معيشية ومأساة في الداخل في مناطق سيطرة النظام السوري، ما الذي تحدثنا عنه في مناطق سيطرة النظام عن الوضع الاقتصادي في تلك المناطق؟ مساء الخير لك والضيوف والمشاهدين. أبدأ كما قالوا بالرحمة لسلطان باشا الأطرش ولشهداء السوريون جميعهم، ويكفي سلطان الأطرش أنه كان ضد التقسيم وأنه قال الدين لله والوطن للجميع. وكنا نأمل على السويداء العرب أن تشارك إخوتها في المدن ولا تقف يعني موقف الحياد رغم البؤر الثورية التي انطلقت منذ بداية عام 2011. ما يتعلق بالاقتصاد السوري، أعتقد أن الاقتصاد السوري الآن هو على حافة الانهيار، ولأننا بالاقتصاد ندعم بالرقم ولا نعتمد العاطفة والربوية، سأتي على بعض الأرقام إذا سمحت. وفق آخر الإحصاءات الدولية بلغت خسائر حرب نظام بشار الأسد على الثورة والسوريين 1.2 تريليون دولار. هذا الرقم هو أكثر من خسائر الحربين العالميتين، كما أن مدة الثورة أيضا فاقت الحربين العالميتين. الداخل السوري الآن ومناطق سيطرة نظام بشار الأسد حقيقة الأمر أنهم يعانون الفاقة والإزداد وقمع الحريات ربما أكثر من المناطق المحررة شمال غرب أو مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق. لماذا؟ لأن الدخل محدد بمتوسط بين 60,000 و70,000 ليرة سورية شهريا، في حين أن الإنفاق وبحسب مراكز من دمشق انفاق الأسرة المكونة من 5 أشخاص يبلغ 750,000 ليرة سورية. وجدنا في الآونة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي تحسنت الليرة السورية قليلا أمام الدولار، لكنها اليوم عادت وتراجعت إلى نحو 4,000 ليرة للدولار الواحد. أما لماذا تحسنت؟ فتحسنت بسبب القمع والملاحقات الأمنية وإغلاق شركات ومكاتب الصرافة وتقنين السحب من المصارف. إذن سيد عبد الرزاق باختصار إذا سمحت هنا، إذن الوضع الاقتصادي في مناطق النظام كيف يعني تفسره الآن؟ هل بالفعل هناك انهيار كامل في مناطق النظام السوري باختصار إذا سمحت؟ يعني أعتقد كانت نسبة البطالة في سوريا 14.9%، الآن نسبة بطالة 82%. الفقر كان حده الأعلى 20%، الآن 90%. ولك أن تتخيل الواقع، يعني ربما كلمة انهيار هي مناسبة، ولكن يضبط الوضع في سوريا برأيي لأسباب سياسية تتعدى الحدود السورية. ليس ثمة قرار بانفجار في سوريا يؤدي مثلا إلى تحويلها إلى دولة فاشلة. ربما السؤال المحوري عزيزي، هل الوضع الاقتصادي في سوريا سيسقط النظام؟ يعني أنا أقول ربما يسقط النظام، ومن الخطأ السحب على مصدرة الدول التي حوصرت سواء كوريا الشمالية أو السودان أو ليبيا أو إلى ما شاكل. يوجد خصوصية في سوريا، وليس مستبعدا أن نرى انفجارا كما شهدنا في الأسبوع الفائت. بعض المظاهرات في ريف دمشق تلتها في دمشق. إذن هنا ربما يساعد ذلك في إسقاط النظام الانهيار الاقتصادي، وكما شاهدنا سنفصل أيضا في موضوع الانفجار الشعبي في مناطق النظام في هذه الحلقة. أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتوضيحات السيد عدنان عبد الرزاق الإعلامي والباحث السوري، شكرا لكم. الباحث الاقتصادي السوري، شكرا لكم على هذه المشاركة. إذن ننطلق من حيث يعني انتهى السيد عدنان عبد الرزاق، بأن ربما بالفعل يكون الضغط والانهيار الاقتصادي بوابة لإسقاط النظام. سيد فاضل، هذا التوسع والمظاهرات في السويداء وريف دمشق، هل بالفعل نحن سنشهد يعني ثورة جديدة أو ثورة جياع في سوريا؟ حقيقة يعني قبل أن أسميها ثورة جياع، لا شك أنه الأزمات الاقتصادية تجعل الناس تفكر أنه
هذه سوريا العظيمة باقتصادها بثرواتها الزراعية والمعدنية وغير ذلك يجوع شعبها؟ الآن حقيقة الكثير يعني تعلم أن الواعين سياسيا أو الواعين فكريا وثقافيا يعني نسبتهم قليلة في أي شعب من العالم، لكن الآن حتى الطفل الصغير بسبب هذا التجويع بسبب هذا الإفقار أصبح يفكر لماذا؟ وصل إلى الإجابة عندما اكتشف أن آل مخلوف وآل شاليش وآل الأسد يهربون الأموال خارج سوريا استعدادا للهزيمة وترك هذا الشعب يلملم جراحاته سواء من طائفة النظام أو حقيقة من موالين النظام. ولذلك نحن ندعو من هذا المنتدى الشعب السوري إلى اللحمة الوطنية الحقيقية المبنية على العقلانية. ألا يعقل أيها الإخوة السوريون يا أهل الحضارة بمختلف طوائفكم أن تقبلوا بشعار الذي نفذه المجرم بشار الأسد، الأسد أو تحرق البلد؟ سوريا الحضارة، سوريا الثقافة، سوريا التاريخ، سوريا الأمة المجاهدة، سوريا قلب الشام التي باركها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين حديثا شريفة، تترك لهذا الوحش الكاسر؟ من هنا أنا أخاطب الطائفة العلوية، يجب أن تقول قولتها ولو في اللحظات الأخيرة: بشار الأسد ساقط ساقط، فنريد لكم أن تكتبوا بخط جميل وبخط واضح أنكم مع الثورة وتعملون إذن على إسقاط بشار الأسد منعا لإثارات طائفية مستقبلية صالح، لأنكم محسوبون على هذا النظام. إذن هذه التظاهرات تساعد بالفعل في لملمة و يعني انهاء ان صح التعبير الانقسام في يعني الشعب السوري في مناطق النظام السوري، مناطق سيطرته او ايضا مناطق اخرى في سوريا. هل هذا بالفعل يساعد على لم الشمل السوري؟ لا شك. لماذا؟ لانه الان نحن نريد حقيقه، وشعبنا يعني بمجمله هو شعب ليس طائفيا، الطائفيه هي تصنيع هذا النظام. لماذا؟ عندما ركز على التطهير الديموغرافي فمليون قتيل في معظمهم من طائفة معينة، في المخيمات هي طائفة أهل السنة والجماعة فقط، النازحين فقط منهم. فإذا الجرحى المعتقلين تقريبا 99% منهم من طائفة واحدة، وكأنه يريد أن يقول للطوائف الأخرى كلنا مجتمعين لكسر هذه الطائفة. الحديث الصحيح، الرأي السياسي والفكر والإنساني، أننا أمة واحدة والاحتكام للقانون المتفق عليه هو الأساس وليس للطائفة، لأن الطائفية تودي الناس في إتون معركة طويلة. جميل. بالإضافة إلى مخالفتها للقواعد الإنسانية ولمخالفتها لدين الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أراد للأمم أن تتفق ولا يريد لها أن تختلف بهذه الطريقة، وليكن صراعنا ثقافي فكري لا مانع. أما أن تتحول إلى السلاح والسنان بترتيب استخباري من الأمن الجوي والعسكري والأمنيات الأخرى لهذا النظام لتحقيق شعار الأسد أو تحرق البلد، واليوم إنه العار ربما على الشعب السوري. اليوم نشاهده في دمشق سيادة العميد دكتور عبدالله الأسعد، في أيضا اقتحام قوات الأمن السورية يوم أمس، أيضا مقر أيضا انعقاد مؤتمر جود وهي الجبهة الوطنية الديمقراطية لانعقاد مؤتمر تأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية للمعارضة والتنسيق يعني في سوريا، وهناك تجهيز الانتخابات الرئاسية المقبلة. هل ما زال النظام يسر على القبضة الأمنية في ظل انهيار اقتصادي واضح في البلاد؟ نعم، يعني بالتأكيد طبعا هذا النظام ذو الفكر صاحب القبضة الحديدية على المواطنين، يعني حتى الآن على الرغم كل ما حدث في البلاد بعد 10 سنوات، يعني مؤتمر يريد أن يعبر فيه الشعب عن أماله وأمانيه، طبعا يقوم هذا النظام باقتحام مقر اجتماع حزب جود ويمنع الصحفيين من الدخول إلى هناك ويطرد كل الموجودين ويلغي هذا طبعا هذا المؤتمر الذي كان يجب أن ينعقد بالتواصل مع المعارضين الموجودين في الخارج، طبعا لأنه يعرف أنهم طرحوا أهداف لهذا المؤتمر استنادا إلى القرار 2254 وإلى حكومة انتقالية وإلى طبعا يعني تغيير كامل في المجتمع. لكن أليس من الغريب بأن يعني الهيئة التنسيق الوطني
تعلم طريقة تعامل النظام مع أي حزب معارض أو سياسي في البلاد؟ إذا كانت تعلم طريقة تعامل تلك يعني الأجهزة الأمنية معها، إذا لماذا قررت يعني عقد هذا المؤتمر في دمشق؟ يعني المواطن السوري طبعا قبل أن تقوم الثورة كان هناك يعني إعلان دمشق، وكانت هيئة التنسيق موجودة، وكانوا يدعون إلى مؤتمرات، هم يعرفون يعني طبعا يعرفون ما هو طبعا طبيعة هذا النظام، ولكن الشعب أصبح الآن يعرف بجميع فئاته، يعرف أن هذا النظام لا يريد حياة نهائيا سياسية في سوريا التي طبعا حرمه منها، وكان تأثيره سلبي على الشعب السوري. فلذلك قام لابد بعدما جرى من ضائقة اقتصادية ومن تخبط هذا النظام في جر سوريا إلى مهاوي الردى بأن يقول كلمته. يعني الآن بعد أن شهد السوريون الموجودين في الداخل الطامة التي تلم بالشعب، سواء طامة الخبز أو المازوت أو الغاز أو غيره، طبعا أحس بأنه كان يسير في طريق مغلوطة، هذه الطريق التي أودت به إلى النفق المظلم، وتمنى لو كان يعني لو كان قد سار على نهج السوريين الذين خرجوا في وجه بشار الأسد. يعني نحن لدينا في الواقع هناك يعني حركات خجولة، طبعا في بعض المناطق كان يجب أن تلتحم مع الشعب السوري وتنتفض انتفاضة واحدة، وكانت تغير مجرى الحياة. وشهد أن أحد الإعلاميات فاطمة علي سليمان التي قالت عن وزارة الداخلية، يعني أبو كلبشة هذا الكركون، يعني نتيجة مثلا قول أحد الصحفيين في وجه هذه الحكومة كلمة حق، هو أتوقع الصحفي كنان وقاف، مباشرة قاموا بزجه في السجن. بحجة ماذا؟ طبعا الحجة جاهزة، هي التعامل مع مخابرات أجنبية أو جهات أجنبية مباشرة. لذلك الآن توصلوا إلى هذه النتيجة التي وصل إليها الشعب السوري بأكمله. وهذه الجراءة في عقد مؤتمر جود، الجبهة الوطنية أيضا كما ذكرنا في سوريا، الجبهة الوطنية الديمقراطية من قبل هيئة التنسيق الوطني، هذه الجراءة هل ستأتي بجديد في سوريا؟ هل سيكون بالفعل هناك يعني جهد ربما يخرج بشيء، وهو يعني هذا المؤتمر قد فشل؟ نعم بالتأكيد طبعا. يعني الآن عندما ترى أصوات الفنانين الآن الموجودين في سوريا، هؤلاء الفنانون مثلا كل فترة ترى مثلا يعني البعض منهم يدلي بتصريح ضد هذا النظام، مثلا لؤي حسين هذا مثلا المعارض الذي كان طبعا يمشي بما يهواه ويريده النظام، منى غانم التي كانت من أصل النظام وكانت تعارض، الآن أصبحوا رفعوا مستوى يعني الخطاب. نعم. الآن عندما يقول له مثلا الحليف، يعني طبعا أحد حلفاء، ماذا تخطط للمرحلة القادمة؟ الشعب الآن جاع انهيار كامل، الآن حتى أصوات لبنان فنانين من لبنان سياسيين من لبنان يقول طبعا أنت دمرت سوريا ودمرت لبنان أيضا، وما زال يصر على يعني تسيير انتخابات حتى الآن، ويعرفون أنه بالتنسيق مع حسن نصر الله هو يخرب في لبنان سوريا. نعم. يعني لم تعد هناك حياة سياسية لا في سوريا ولبنان، ويعرفون أن سببها حافظ الأسد وبشار الأسد بتصرفاتهم ذات القبضة الحديدية على الشعب. الآن أرهق البنوك اللبنانية والبنوك السورية أرهقت. طيب. الآن وطبعا القادم أسوأ في الأيام القادمة بالنسبة لليرة السورية، يعني هناك يعني تحذيرات من انهيار قادم جديد. تأكيد. في الليرة السورية. أنتقل إلى ضيفي من باريس الدكتور فايز القنطار مرة أخرى. دكتور فايز، يعني ذكرنا في بداية الحلقة وعرضنا المظاهرات في السويداء في بلدة القرية، مسقط رأس السلطان باشا الأطرش، برأيك هذه الرسائل وهذه التظاهرات لمن موجهة؟ تحية لكل أهلنا في الداخل الذين جددوا ألق الثورة واستعادوا روحها وتلميتها الأولى في درعا وفي السويداء، يعني وفي كل مكان في الشمال السوري، في أينما وجد السوريون خرجوا بالآلاف لاستعادة شعارات الثورة التلمية الأولى، المطالبة بحقوق الشعب السوري، بحقوقه الأساسية في الحرية، في الكرامة، في أن يعيش في بلد حرا كريما، المطالبة بوحدة سوريا وإخراجها من هذا النفق المظلم الذي دفع إليه نظام الأسد. كل هذه المظاهرات صديقي جددت الأمل لدى النخب السورية
التي بدأت تتبادل الدعوات لتوحيد الصف، لتوحيد الكلمة، لتشكيل كتلة من الوطنيين السوريين، كتلة وازنة تستطيع أن تفرض كلمتها في تقرير مستقبل سوريا. نعم. دكتور فايز إذا سمحت لي المقاطعة هنا. دكتور فايز بموضوع إحياء الذكرى 39 لوفاة سلطان باشا الأطرش، هذه المظاهر لم نكن نشهدها لا على زمن حافظ الأسد الأب ولا على زمن بشار الإبن. لماذا برأيك اليوم يخرجون أبناء السويداء لإحياء هذه الذكرى؟ أخي يبدو أن انقطع الاتصال مع الدكتور فايز، وأنتقل مباشرة إلى السيد أسامة بشير المعارض السوري. سيد بشير، في مناطق المدن الساحلية في سوريا أيضا هناك أيضا حالة مأساوية وانهيار ومعيشي واقتصادي في المناطق الساحل السوري، كيف راقبت الوضع هناك وما الذي يدور بين أبناء تلك المناطق؟ حياكم الله جميعا. الحقيقة الوضع في سوريا ليس فقط في الساحل سيء، نعم، وإنما في كل سوريا وعموما في كل مناطق النظام لكن الوضع الساحلي يختلف بعض الشيء عن بقية المناطق باعتبار قلب عاصمة الطائفة يعني، وعائلة الأسد وشباب عائلة الأسد وأمراء الساحل من آل الأسد وآل مخلوف الذين يسيطرون على الساحل برمته. الحقيقة يعني تطرقنا لموضوع أنه المظاهرات أو أن أصوات من الطائفة العلوية بدأت تظهر. هذه الأصوات تبقى أصوات فردية حقيقة، ولكن الوضع في قلب كل ابن من ابن الطائفة يعني من الصغير إلى الكبير. عندما قامت الثورة كان النظام بكل قوته وجبروته وكان بقوة اقتصادية، ولكن الشعب السوري قام بالثورة رغم كل هالشيء وقدم 1,000,000 شهيد. نتمنى من الطائفة وفي هذه الأوقات بالذات وهم يعانون الأمرين أن يعرفوا تماما أن بقاء بشار بالسلطة سيتجه الوضع من سيء إلى أسوأ، أن ينتفضوا ويتظاهروا بشكل جماعي، أما الأصوات الفردية فلن تسقط النظام بل سيعتقلون، سيعتقلهم النظام الأصوات الفردية. لكن إذا انتفض الساحل والطائفة وشباب الطائفة الآن بمظاهرات ضد النظام، هل يستطيع أن يتهمهم بالدعشنة وبالأسلمة؟ سيد بشير إن سمحت لي هنا، الأحاديث بين أبناء الساحل ما الذي يدور بينهم؟ هل هناك قصص معينة؟ هل هناك تجهيز للانتخابات الرئاسية؟ ما هي الأحاديث التي تكون حاضرة بين أبناء الساحل؟ بالنسبة للحديث على الانتخابات لا يجري هذا الحديث نهائيا، لكن الحقيقة لا أحد أصبحت مسبة بشار وماهر الأسد على كل لسان، وحتى في نقابة المحامين محامي من الطائفة العلوية سب وشتم ماهر وبشار وقال أنا محامي أذهب إلى صيد السمك لأطعم أطفالي. إضافة إلى ذلك المعروفون أن شبيحة آل الأسد يعيشون في وكأن لا شيء ولا شيء في سوريا، في المقاصف عائلة الأسد بالأعراض ويوميا حفلات سكر وخمر ونساء، بينما بقية أبناء الطائفة يعيشون في الجوع. وهذه موضوع الانشقاق سيد بشير سعود إليك، أيضا هناك كما يعني واضح منذ أشهر صراع بين الأسد والأخرس مقابل الشاليش ومخلوف، وكان أيضا رامي مخلوف واضحا الصراع بينهم على أموال السوريين ودولارات في سوريا. ابقى معي سيد بشير، أعود إليك سيد صالح فاضل. صالح، يعني اليوم الوضع في مدن الساحل هناك يعني ربما الخطاب الذي كان قبل 10 سنوات يعني بين قوسين بعبع السنة والأقليات في سوريا، هل هذا ما زال حاضرا اليوم أو يمر على السوريين؟ أنا أريد أن أنبه أنه في بداية الثورة السورية كان السوريون كلهم يقولون الشعب السوري واحد. نعم. ما الذي جعل البوصلة تتغير؟ حقيقة خطة محكمة من النظام وإيران وغيرهم. هذه الخطة ملخصها أولا، عندما انتبه النظام على أن الثوار لم يقتلوا علويا واحدا
لأنه علوي على الإطلاق، بل أن بعض العلويين وإن كانوا أفراد بدأوا يشاركون في الثورة، وخاصة في مدينة حمص، ومنها أنا بنسى أسماء الممثلة والفنانة العلوية المشهورة. عندما استشعر النظام خطر أن الشعب السوري واحد، راح صنعنا داعش وأضرابها لتقوم بتشكيل حالة من الخطر على الدروز وعلى العلويين وعلى المسيحيين بخطة محكمة، وداعش هي جزء كبير منها، ومنظمة استخبارات للنظام، ونحن بنعرف ناس كانوا عندنا وراحوا على النظام. هاي نقطة. النقطة الثانية وفق الخطة المحكمة أن قادة الفرق العسكرية الصف الأول من القيادة العسكرية هي من طائفة معينة، فأيضا كان في تسليط إعلامي، ويصوروا كيف يقتلوا في أهل السنة وكيف يذبحوهم، ويصوروا هناك داعش كيف تقتل علوي وكيف تقتل درزي، وهون يصور كيف تقتل سني، وبمسرحية كبيرة لأجل تقسيم المجتمع. هذه المسرحية سيد صالح هل هي معلومة للجميع؟ يعني 10 سنوات واليوم هناك من يتحدث عن انقسام بين أطياف الشعب السوري الواحد، هل هناك وعي مجتمعي في الآن سوريا؟ أنا أتصور بدأ الوعي يتسرب إلى الطائفة العلوية، والوعي أكثر بكثير عند أهلنا في جبل العرب، يبدو على مستوى وعي أكبر. أما هؤلاء الموجودين ربطهم بقضايا الخوف والضخ الإعلامي الكاذب من تصنيع النظام، بالإضافة إلى ذلك ربط حياتهم ومصيرهم بآل الأسد. حقيقة أنا أربأ بهذه الطائفة التي بالأصل هي جزء من هذا الوطن، وتحت شعارات مختلفة قادهم إلى خدمة إيران. أنا رأيي أنا لا أريد للطائفة العلوية هم أبناء وطني أن يكونوا حميرا لإيران وأحذية عند الإيرانيين، أريدهم سوريون وطنيون يساهموا في نهضة سوريا، يساهموا في تقوية البنية الوطنية الاجتماعية السورية. نحن على أرض واحدة، قانون واحد، فرص متكافئة. أما أن ينقادوا لخدمة هؤلاء الفرس وأيضا أعداء الأمة، وأيضا أتحفظ على كلمة يعني بين قوسين اللي ذكرتها، موضوع أنه بكل يعني أسف هذا لإيران. الواقع الإيراني هو عدو للعلوي، وبدأوا يغيروا حتى دينهم للعلويين، والعلوي بطبيعته وتركيبته هو ليس متدين بالتدين الفارسي أيضا اللي له نمط خاص. الحقيقة هذول خطر على البنية الثقافية العلوية والسنية والمسيحية. الإيرانيون أجسام غريبة عن هذه المنطقة، أعداء الأمة على مر التاريخ. فلينتبه العلويون وغيرهم أن هؤلاء لا يريدون الخير لكم. نعم. وأيضا دكتور عبد الله، يعني اليوم نشهد خروج الأقليات في سوريا بمظاهرات ضد النظام السوري والمطالبة بإسقاط هذا النظام في سوريا، كما ذكرنا في السويداء اليوم هناك خروج بمظاهرات. كانت التهم بالنسبة للطائفة السنية فورا إرهابي، اليوم في خروج الطوائف الأقلية في سوريا برأيك ما الذي سيلصقه النظام بتهم لتلك الطوائف في حال خرجوا ضده؟ هو يعني بالنسبة نحن طبعا ما نقول عن الأقليات في الواقع، يعني في السابق طبعا لم يكن مثلا لا، لأنه هناك خطاب من قبل المخابرات السورية الأقليات ويحمي الأقليات، وبهذا الخطاب من قبل النظام السوري هو يتبجح بأنه يحمي الأقليات. أنا يعني لي تجربة أثناء خدمتي في المؤسسة العسكرية، يعني أبناء مثلا السويداء أو أبناء اللاذقية وطرطوس أو أبناء أي يعني محافظة تمتاز بلون آخر أو بصبغة أخرى غير مثلا يعني طائفة السنة مثلا، يعني كلهم يعتبرون أنهم ينتمون الوطن وأنهم هم يعني ليسوا أقلية، وإنما هم يعني طائفة كبيرة يمثلون كل الوطن. يعني عندما مثلا تجد مثلا أهازيج مثلا موجودة في الجنوب، يعني كانت مثلا السويداء ودرعا، أبناء السويداء أبناء درعا في يعني أفراحهم وكذا كانوا يغنوا بأغاني وأهازيج تمجد بسلطان باشا الأطرش. لم يكن هناك يوما انفصال بين مثلا أبناء مثل محافظة درعا وأبناء محافظة السويداء. يعني احنا صغار كنا نسمع من الكبار يغنوا مثلا على سلطان باشا القرية مثلا، كانوا غنوا فعلا الكبارية غنوا سلطان باشا القرية شمعة الديواني ابن مثلا محافظ درعا. لو كان هناك يعني شيء مثلا من الطائفية ما كان هذا الكلام موجود. ايضا مثلا صالح العلي، الشيخ صالح العلي مثلا كان يمجد رموز الثورة السورية الكبرى، ابراهيم هنانو، المجاهد محمد الأشمر، هؤلاء طبعا يعني قضوا على هذه الهوة الموجودة بين الشعب، من يفكر فيها بفكره أن هناك حواجز، لا في الواقع هناك يعني هناك وحدة. وأنا طبعا عندما كانت المظاهرة تنطلق
في ريف دمشق عندما كنا ضمن الخدمة العسكرية كما تفضل الأستاذ صالح قبل قليل، كانوا يقولون الواحد واحد، الشعب السوري واحد. وعندما كانوا يمرون من بمظاهراتهم من أمام المساكن العسكرية أو البناء التي يوجد فيها عسكريين ضباط أو غير ذلك، كانوا يضعون أيديهم عبارة عن سد بجانب المظاهرة كي لا يقوم أي من المتظاهرين بمثلا ضرب سيارة أو ضرب بلور أو يعني التقرب من المساكن. وهم عندما يصلون إلى جانب المساكن كانوا يقولون الشعب والجيش طيب. إيد واحدة، تعبير عن التصاق. إلا أنه طبعا يعني صدم المواطن السوري بأن وجد هذا الجيش في الواقع ليس جيش وطن. وهنا باختصار سيادة العميد، قبل أن أنتقل لعديلنا دكتور فايز من باريس، لكن باختصار هل يعني برأيك ما هي التهم التي سيلصقها النظام على تلك الطوائف إذا خرج ضده في مظاهرات؟ التهم جاهزة، قلت قبل قليل كنان وقف يعني ألصق به تهمة التخابر مع جهات أجنبية. وأي شخص يعني حتى لو كان يعني من اللاذقية أو من جبلة أو من القرداع حتى يعني مستعدين أن يجد له بإضعاف الشعور الوطني يا سيدي كثير. هو أساسا يعني طبعا كان يجب من بداية الثورة أن يكون التلاحم الوطني أكبر من ذلك. يعني كما تفضل أيضا ضيفك الأستاذ أسامة قال أنه هذه الأصوات فردية، نعم بالتأكيد هي فردية، ما أجمل لو كان أن قامت. طبعا هذا كمان أيضا ينطبق على طائفة أهل السنة، عندما في دمشق مثلا لم تقم دمشق إلا متأخرة، مدينة دمشق المدينة ومدينة حلب أيضا، هذا يعني هذا الموضوع عيب على كل أبناء الشعب السوري، لأنه يعني طبعا مثلا محافظة السويداء أو اللاذقية مثلا أو أقليات، طبعا هناك إجماع كامل. طبعا من أنتج هذا الإجماع؟ المخابرات، الأجهزة الأمنية لدى طيب. نظام أسد، بأن هؤلاء متوحشين. علما يا سيد كريم، وأنا أعطيك معلومة، من قام بتفجير القزاز هو طبعا أين هذا المكان سيد العميد؟ تفضل، أين كان هذا المكان؟ القزاز بالزاهرة على الأسراد الزاهرة عند الدوار الجنوبي في دمشق. طبعا الذي قام بالتفجير هو النظام عندما فجر يعني هناك حافلة، وأيضا من قتل خليط أزمة هو النظام. هذه يعني الكل يعرفونها، واختار مجموعة يعني أشخاص معينين هو طبعا هو يريد التخلص منهم، ودعاهم الاجتماع والبقية بقوا خارجا. أيضا ننتقل مرة أخرى لدكتور فايز القنطار الأكاديمي السوري، عاد علينا مرة أخرى. دكتور فايز، يعني هناك من يتحدث على بالنسبة للسويداء إما السكوت، يعني هذه رؤية النظام في التعامل مع الأوضاع الأمنية وتظاهر في تلك المدينة، إما السكوت أو التخابر والعمالة. هل بالفعل هذا واقعي في السويداء اليوم، إما السكوت أو التخابر إذا خرج ضد النظام السوري؟ السويداء لن تسكت مهما بلغت تهديدات النظام. أولا يعني نتيجة حدث فني طيب. لما تمكن من أخذ دوري، دعني أوضح وجهة نظري. تفضل سأعطيك الوقت سيد دكتور فايز. لن تصمد ولن تتوقف عند تهديدات النظام مهما كانت هذه التهديدات، فهو جاهز لإلقاء التهم على كل السوريين مهما كانت انتماءاتهم، طوائفهم، اتجاهاتهم السياسية. هل سيثنيهم ذلك الاتهام سيد دكتور فايز؟ هل سيثنيهم عن التظاهر؟ في الداخل الذين يرفعون الصوت مطالبين بالحرية، مطالبين بحقوقهم الأساسية. أحيي أهلنا في الداخل الذين حاولوا عقد مؤتمر في قلب دمشق ليجمع المعارضة السورية وليطالب بالانتقال السياسي وبالخلاص من هذا النظام الذي قاد سوريا للتهلكة. صديقي العزيز، كل أشكال الكفاح تستحق التحية. لا يمكن أن نطالب شعب بأكمله أن ينزل إلى الشوارع وأن يحمل السلاح وأن ينتفض ضد الديكتاتورية. المسألة الثورية ليست هكذا، ليست في ظل نظام قمعي وحشي مثل نظام الأسد. يعني لا نستطيع أن نلوم من كل الناس ونطلب منهم أن يكونوا ثوريين وأن ينزلوا وأن يعني المسألة هي أكثر تعقيدا من ذلك يا أخي. كل منطقة كنا نلاحظ عندما تتوفر لها الظروف الموضوعية كانت تستغل هذه الظروف وتواجه النظام. علينا أن نحيي هذه المحاولات، محاولات السويداء، محاولات الترعة في قنص الفرص للقول للعالم أننا أبناء هذه الأرض، أن العالم يتفرج على موتنا تحت التعذيب، يتفرج على
تهجيرنا وعلى التطهير العرقي الديمغرافي الذي مارسه نظام الأسد مدعوما بإيران وروسيا، كل هذا يا أخي هو جزء من كفاح الشعب السوري. علينا دعمه في أي جهة من السويداء أو في درعا أو في أي مكان. لكن دكتور فايز، مع هذا الخروج في السويداء، يعني ألا تتخوفون من تحويل المدينة والمحافظة إلى محافظة فوضى من قبل حزب الله وإيران؟ دكتور فايز، إعادة بلدهم. دكتور فايز اسمعني، دكتور فايز، يعني في هذا الخروج والتظاهر ضد النظام السوري في ذكرى 39 لوفاة سلطان باشا الأطرش، ألا تتخوفون من أن هناك حزب الله وإيران يريدان تحويل المحافظة إلى فوضى وبؤر للمخدرات والتهريب إلى الأردن؟ ألا تتخوفون من هذا السيناريو، سيناريو الفوضى في المحافظة؟ الفوضى بدأت منذ زمن، ويعني عملت إيران وأذنابها كل ما استطاعوا. ولكن يا أخي الكريم، أنا أود أن أطمئن أخوتنا السوريين أن بالرغم من كل محاولات إيران وحزب الله لن يتمكنوا من إيجاد موطئ قدم في السويداء. السويداء عروبية حتى النخاع، لا يمكن أن تغير جلدها وتتحول إلى محمية فارسية. يعني أنا لا أخشى على السويداء من هذا، ولكن الخشية الآن في ظل هذه الظروف، الفلتان الأمني، العطابات التي ترعاها الأجهزة الأسدية، هذه التي تمارس ضغوط على المجتمع السويداء وعلى المجتمع السوري بشكل عام. الآن نحن كسوريين، الوطنيين السوريين مطلوب منهم الآن مد الجسور فيما بينهم. أخي، مواجهة محاولات النظام الذي يزرع الفرقة بين مكونات الشعب السوري تكون بالوحدة، بأن نراجع هذه المرحلة العشر سنوات، وأن نستخلص الدروس، وأن نلتقي كوطنيين سوريين على برنامج محدد للخلاص من هذا الوضع. يعني أخطر مشكلة يواجهها الوضع السوري الآن هو تشتت المعارضة السورية وعدم قدرتها على إيجاد برنامج مشترك تلتقي من حوله وتشكيل تحالف يكون له وزن في تقرير مصير سوريا. طيب، نحن بلدنا يتعرض لخطر وجودي الآن. وضحت الآن الفكرة. هناك قوة كثيرة تنادي بضرورة لملمة الجراح وبضرورة التوافق بين الوطنيين السوريين على برنامج محدد. يعني بالأمس الأستاذ ميشيل كيلو وجه نداء في هذا الخصوص وهو منشور في العربي، واليوم الكثير من أطراف وانقادة الكتل السياسية يحاولون. إذن هناك مساعي يعني سورية بالفعل لملمة يعني الوضع في سوريا وتوحيد أطياف الشعب الواحد. دكتور فايز، وضحت هذه النقطة، ابقى معي إذا سمحت، يعني في هذه سنوضح أيضا في التفصيل بأن هناك سيكون يعني بناء مشروع مشترك جامع لجميع السوريين للوصول إلى خلاص من هذا الذي يعني النظام السوري الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة. لكن أنتقل إلى سيد بشير. سيد بشير، عندما يشاهد أبناء الساحل هذا التناهش، صح التعبير، على أموال ودولارات بين رامي مخلوف وبشار الأسد وأسماء الأخرس، كيف يراقب أبناء الساحل ما جرى بين آل الأخرس والأسد مقابل آل مخلوف؟ سيد أسامة، إذن انقطع الاتصال مع سيد أسامة، لنعود مرة أخرى. أعود إليك سيد صالح. إذن بما ذكره الدكتور فايز بمشروع وطني جامع، هل بالفعل هناك مساعي لتشكيل مؤتمر ما أو يعني ندوة ما تجمع لم الشعب الشمل السوري واحد؟ نعم، الحقيقة هناك محاولات، والآن في محاولة قوية جدا، و أنا عضو في هذه المجموعة، نعمل على عقد مؤتمر وطني لقوى الثورة السورية ولأجل الخروج من المأزق الذي نعيشه، وسيوثل فيه جميع المكونات السورية بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم. نحن شعب سوري واحد،
لكن هذا العمل يحتاج إلى مزيد من الجهد، يحتاج إلى تكاتف وإلى إخلاص. هل نريد أن نقول للأسد يا من تدعي أنك حامل أقليات، بل أنك قاتل الأقليات وعلى رأسها الطائفة العلوية عندما عملت لهم غسيل دماغ وتوريط وتخويف أيضا، وكأن السنة وحوش سيقتلونكم، وخوفت الشيعة على أن أهل السنة سيهدمون مزاراتكم، ونسوا هؤلاء الناس أن المزارات الشيعية في دمشق موجودة من أكثر من 1000 سنة وكانوا حراسها أهل السنة، بينما أنتم من أتيتم من هون وهيك ربما تصير بدها حراسة بسبب التصرفات الطائفية الرعناء. لذلك نحن حقيقة نعاهد شعبنا السوري بالعمل على رأب الصدع على تقوية اللحمة الوطنية، ونطالب المكونات الأخرى الطوائف الأخرى أن يمدوا يد العون إلى هذا المكون. برأيك أستاذ صالح، ما هو المطلوب يعني اليوم لأبناء الساحل، ما هو المطلوب كي يكون بالفعل ويكونوا مشاركين في هذا المشروع الوطني السوري؟ ما هي التطمينات من طرف؟ نحن نقول لهم التاريخ والتجربة العملية، التاريخ اليوم، أنا ما بدي أحكي نظريات، التاريخ الذي عشتوهم أنتم اليوم على مر التاريخ، هل قام أهل حلب وحماة وحمص وغيره واللاذقية من أهل السنة باضطهادكم لأنكم علويون؟ على الإطلاق لم يتم هذا، بالعكس الذي تضرر نحن خلال 50 سنة تضررت الطوائف الأخرى، وأقول على المدى الطويل حتى الطائفة العلوية. هناك طبقة مخملية من آل الأسد وآل شاليش وغيرها لا يستطيع أي أحد حتى في الطائفة العلوية أن يتجاوزهم. الطائفة العلوية أسرت الحقيقة وسلبت الحرية وسلب حتى عقلها وثقافتها من قبل حفنة شرذمة من المستبدين والطغاة. مارسوا سياسة التخويف، مارسوا سياسة التجويع، مارسوا سياسة أن لا مصلحة لكم إلا عندما تكونون معنا وضد الطوائف. هذا بالنسبة للساحل، لكن باختصار سيد صالح، هناك قصد في شرق سوريا، هل المشروع مشروع قصد يتوافق مع المشروع الوطني اليوم؟ لا شك أن قصد هي أيضا جسم غريب عن هذه الأمة، من لأنها هي ليست منتجا سوريا بالأساس، هي فكرة وردتنا من جبال قنديل القادمة إلى هذه المنطقة. وقصد التي تدعي الحرص على مصالح الشعب الكردي، نقول أيضا نحن حريصون على مصالح الشعب الكردي ولكن ضمن مصلحة الشعب السوري الواحد. أنتم تقولون بالاضطهاد للأقلية الكردية في سوريا، وهذا الكلام خطأ وغير صحيح. النظام ظلم كل الشعب السوري واستبد بكل الشعب السوري، وأنتم الآن تمارسون نفس سياسة النظام في المنطقة الشرقية من سوريا. هل دير الزور منطقة كردية؟ هل الرقة منطقة كردية؟ هل منبج منطقة كردية؟ ما هو المطلوب منهم؟ فإنكم اليوم، أنا أدعو أيضا الشعب الموجود في تلك المنطقة بأن يقول كلمته عمليا ويتظاهر ويقاوم قوات قسد الإرهابية، لأن هذه المنطقة منطقة عربية سورية بامتياز. كل القبائل في دير الزور والمنبج وغير والرقة هي قبائل عربية، وهناك القليل من القوميات الأخرى، ولذلك نحن نقول هذه المنطقة عربية بامتياز. ومع ذلك نقول نحن سندافع عن حقوق الكرد في سوريا وعن حقوق العرب وحقوق التركمان. وصلت الفكرة. ليس لأنهم قوميات ولا إنهم من أبناء هذا الوطن ومارسوا في صناعة تاريخه وأمجاده، وسيمارسون في قابل الأيام العمل النهضوي في سوريا. عميد عبد الله، أنتم ضابط سوري من شق، بالنسبة للتعامل مع ضباط النظام الحالي إن كانوا متقاعدين أو الذين يخدمون في النظام الحالي، هل يمكن أن يكون هناك مجلس عسكري يجمعكم مع ضباط سوريين في الداخل؟ طبعا المجلس العسكري هو أحد يعني أحد فروع هيئة حكم الانتقالي التي ستجري، يعني لابد أن يتضافر يعني كل الجهود. طبعا المجلس العسكري إذا طبعا ما تم تشكيله يعني لديه مهام كبيرة جدا، وطبعا يعني سيكون مجهد وسيكون يعني على كتف أعضاء المجلس العسكري مهام كبيرة جدا. الجيش الموجود الآن هو جيش لا وطني في الواقع، والأجهزة الأمنية الموجودة لا وطنية، يعني لذلك عليه إعادة هيكلة الجيش بالكامل والأجهزة الأمنية. يعني الجيش في السابق كان يتدخل في المدنيين بكل شاردة وارد، يعني من كان أن يريد خاصة في المنطقة الجنوبية المقابل مع الجولان السوري المحتل، من كان يريد أن يعمر غرفة واحدة إذا لم يأخذ موافقة من ضابط أمن الفرقة الخامسة في درعا لا يستطيع أن يعمر غرفة واحدة. أهالي دمشق طبعا، أهالي دمشق
خدعوا من قبل الأجهزة الأمنية ومن الفرقة الرابعة بالذات. أنا أضرب لك مثال، فيلم عظمية وقريب من تل كوكب، ضباط من الفرقة الرابعة، لأنه طبعا هم ينظرون إلى سوريا وإلى دمشق بالذات، هي جزيرة كنز يجب أن يغنوا منها قبل أن ينتهي هذا النظام، لأنه يعرفون أنه سيأتي يوم وسينتهي هذا النظام. كانوا يضحكون على تجار الشوام بأن طبعا أصحاب العقارات يجب أن تبنوا عقارات في المكان الفلاني بالمعظمية. بعد أن قاموا بتأسيس شركة وبناء عقارات، وضع ماهر يده على هذه العقارات وأعطاها مساكن لضباط الفرقة الرابعة بحجة أن هذه منطقة انتشار الفرقة الرابعة. السكن الشبابي الذي أساس يجب أن يكون للشباب، السكن الشبابي طبعا ما يسيطر على هذا الموضوع. هل هي مثلا مؤسسات أو وزارات مدنية؟ الجيش والأمن هو من وضع يده على هذا. وهنا بالنسبة للجيش والأمن، وأنت تعلم بأن هناك إيران تقود أيضا يعني فصائل أو فيلق أو الفرقة الرابعة، نعم، بقيادة ماهر الأسد، اليوم هي يعني قريبة جدا من إيران، وهناك الفيلق الخامس الذي شكل بالتعاون مع روسيا. التعاون مع الضباط السوريين، ما هو المطلوب اليوم للتعاون مع ضباط سوريين يقيمون أو حاليا هم الآن في على رأس عملهم في يعني في داخل النظام السوري؟ يعني هؤلاء يشتغلون بالعمالة، يعني مجرد أنه أخذ رواتب فقط لا غير. هؤلاء الآن ليس لا يقومون بأي عمل وطني. التعامل معهم طبعا يعني في حال شخص لم تلطخ أيديه بالدماء، وهؤلاء قل الموجودين في الداخل لأنهم معظمهم تلطخت أيديه بالدماء، لذلك يجب انتقاء يعني أشخاص يجب أن لا ننظر. لكن المجلس العسكري فكرته هو سيادة العميد إذا سمحت لي المقاطعة، من الطرفين، من طرف المعارضة والمشقين ومن طرف النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وليس فقط من طبر يعني طرف يجب النظام. يجب أن ينظر من يريد أن يشكل مجلس عسكري، ينظر إلى سوريا على محافظاتها الـ14 محافظة. ليس أنه مثلا شرط أن يكون بالداخل هم من طائفة محددة. يعني لدينا الضباط مثلا ولو كانوا مثلا يعني نسبتهم قليلة حسب ما كان يعمل عليها النظام السابق، أن يأخذ من الضباط الأكفاء وذو الخبرات والذين طبعا يعملون بفكر عسكري، وليس أن يأتي مجلس عسكري يأخذ مثلا يعني الصف الأول مثلا ماهر الأسد أو أوس أصلان أو طلال مخلوف، هؤلاء الذين يعني فضعوا الشعب السوري. وهل برأيك سيادة العميد هل هو الخلاص؟ المجلس العسكري هو اللي هو الخلاص لسوريا باختصار إذا سمحت؟ ليس المجلس العسكري وحده، وإنما أيضا يعني هناك طبعا كل الحكومة، هيئة الحكم الانتقالي التي يكون من داخلها أيضا يعني منظمات مدنية تقوم بإعادة هيكلة هذه المؤسسات المنهارة أساسا. يعني ليس المهم أن يدخل المجلس العسكري أو هيئة الحكم الانتقالي للداخل وتبقى الماكينة الأمنية والماكينة العسكرية كما هي، لن نستفيد أي شيء من هؤلاء. يجب تغيير كل شيء. نعم. تغيير جذري. هذه ثورة، يعني يجب أن ننطلق من فكر الثورة، يجب قلب كل الدولة بالكامل، وطبعا إعادة توزيع تكافؤ الفرص على كل أبناء الشعب السوري لكي يقوموا ببناء سوريا. وهذا الموضوع لا يتم لا بسنة ولا سنتين أمام الشعب السوري. الآن المعركة تبدأ بعد دخولهم إلى الداخل. المعركة هي بدءا من دخولهم وحتى تطهير سوريا بالعمل طبعا المؤسسات، وأيضا المعركة من المؤسسات العسكرية والاجتماعية والاقتصادية. نعم، والمجتمع السوري هو أيضا فعال في هذه. نعم. المرحلة. أنتقل إلى الدكتور فايز القنطار من باريس. دكتور فايز، أيضا في موضوع تظاهرات في السويداء، هل سيكون هناك استمرار لها برأيك؟ دكتور فايز، هناك مظاهرات مرتبطة. نعم. بالوضع العام الموجود في البلد، بالوضع الاجتماعي المحيط بهذه المظاهرات، ولكن يعني لن تتوقف لا السويداء ولا غيرها. يعني الآن الوضع في الداخل السوري أصبح على درجة من الخطورة يهدد الناس في حياتهم الأساسية، يعني مقومات الحياة غير متوفرة، وهذا مصدر قلق وتوتر لجميع السوريين ليس فقط للسويداء. فالكل عليه أن يكون متحفز لمواجهة هذه الظروف القاسية التي وجدت سوريا في إطارها. يعني قضية المظاهرات هي قضية مربوطة بمختلف جوانب الحياة التي يعيشها السوريون اليومي. دعنا نتطلع إلى المستقبل ونعمق بناء الجسور بين مكونات الشعب السوري. نعم.
ردا على سياسة النظام التي تقوم على التفرقة وعلى التمييز وعلى يعني سوريتنا هي فوق كل اعتبار. عندما ننطلق من هذا المبدأ فستذوب كل الخلافات الجانبية وكل التناقضات التي زرعها النظام خلال 50 سنة. يعني قضية السويداء ليست منفصلة لا عن طيب. قضية الشعب السوري. وأيضا سألتك دكتور فايز بأن تقول بأن هناك استمرار للتظاهرات في السويداء، لكن في بداية الحديث قبل أن ينقطع الاتصال معكم دكتور فايز، من هذا ربما هناك خلل بالتواصل معكم والانتقال السياسي ومحاولة، هل تسمعني دكتور فايز؟ أهلنا في الداخل دكتور فايز تنظيم لقاء لدراسة هذا البرنامج الجميل دكتور فايز. أيضا سألتك إذا سمحت لي هنا جداً. ربما هناك مشكلة في التواصل معكم، لكن باختصار أيضا سألتك في بداية الحلقة قبل أن ينقطع معكم الاتصال عن موضوع منع الاحتفال طوال فترة الأسد الأب والأسد الابن، لماذا برأيك اليوم سمح أو قد مرر يعني الاحتفال بذكرى 39 لوفاة سلطان باشا الأطرش؟ أخي الكريم لا لا لن يسمح. هذا حصل الشعب السوري عنوة. أهل السويداء انتزعوا بعض المكتسبات رغما عن أنف النظام. لأن النظام لا يسمح. هل يسمح بأن ترفع شعار عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد؟ يعني هذا تم تحصيله عبر كفاح أهل السويداء وتقديمهم الشهداء وتقديمهم الشهداء تحت التعذيب. وأيضا لا ننسى كيف امتنع 30,000 شاب من السويداء من الالتحاق بالجيش. هذا طيب. أيضا ليس مكروها. جميل، لكن دكتور فايز يعني منذ بدء الثورة السورية وحتى اليوم المجتمع دكتور فايز إذا سمحت منذ بداية الثورة السورية وحتى اليوم كان يكون هناك مظاهرات متقطعة في السويداء، في كل ذكرى أو في احتفالية يتم الخروج أو في كل مأساة يتم التظاهر في السويداء، هل سيكون هناك تظاهرات مستمرة في السويداء هذه المرة؟ باختصار إذا سمحت. بالتأكيد لن تتوقف هذه المظاهرات صديقي، وأنا أقول يعني كان يمنع النظام هذا التظاهر لأنه للتعتيم على كل أحرار طيب. سوريا، للتعتيم على سلطان الأطرش، للتعتيم على يوسف العظمة، للتعتيم على كل رموز الوطنية السورية، كان بهذا الهدف يعني إبراز صورة الصنم القائد التاريخي الفارغ. كانت الشغل الشاغل طيب. للإعلام ولكل أجهزة الدولة، يعني توظفت الدولة بكل إمكاناتها للدعاية لآل الأسد وبيت الأسد والمعلم الأول والقائد التاريخي وكل هذه المصطلحات الفارغة. وصلت الفكرة، وكان هناك تحييد وتغييب لكل رموز وأحرار سوريا. وصلت الفكرة دكتور فايز، زميلي اللي أعطي دور أيضا الكلمة قبل أن نختم هذه الحلقة. وصلت الفكرة دكتور. أيضا أنتقل للسيد أسامة بشير إذا سمحت لي دكتور فايز كي نعطيه أيضا يعني مساحة من الوقت، لأنه كان انقطاع معه السيد أسامة البشير في هذه الحلقة. أعطيك أيضا مساحة دكتور سيد أسامة البشير، بالنسبة كما ذكرنا بموضوع السؤال الصراع بين الأخرس والأسد وأيضا المخلوف في الساحل، وأيضا هل سيكون هناك بالفعل انفجار في الساحل السوري والخروج مظاهرات؟ تماما. أولا سأعود قليلا إلى الماضي بجزء بسيط. مؤسس الطائفية هو حافظ الأسد، والذي استثمرها هو بشار الأسد. ولو كنا نحن طائفيين لما قبلنا بحافظ الأسد وكنا رفضنا صلاح جديد سابقا. هذا أولا. الأمر الآخر، بالنسبة للطائفة العلوية، أخي الكريم الجميع في الساحل يعلم أن هناك ميناء صغير تم بناءه قريبا منذ فترة قرب صنوبر جبلة، وهذه هذا الميناء بدأ استخدامه ببواخر صغيرة لنقل الأموال من الشباب من عائلة الأسد إلى قبرص. وصار هناك في بنك يملكه أحد شخصيات لبنانية. 10 شخصيات من الحلقة الأولى من عائلة الأسد هربوا أموال إلى قبرص. وكل من بالساحل يعرف تماما حجم الأموال التي يمتلكها شباب عائلة الأسد، وبينما الجوع يضرب الآخرين. طيب. وهذا الجوع الذي يضرب المناطق سيد بشير، هل يؤدي إلى انفجار في الساحل برأيك؟ صدقني إذا تسأل أي شخص بالساحل من أي طائفة كانت يشتم بشار الأسد ضمنيا،
ولكن علنيا علنيا حتى من كانوا مؤيدين في الخارج ويقومون مظاهرات مؤيدين له الآن يشتمونه، وقد التقيت بشخصين شتموه على العلن. تغيرت النظرة. لكن ما إفادة ذلك الشتم سيد بشير واليوم هم يسكتون على ما يجري من جوع، ليس لإسقاط النظام. هل سيكون هناك مظاهرات يعني للمأساة للحالة الاقتصادية التي يعيشون فيها وحالة مزرية في تماما؟ هم ينتظرون شخصية من آل مخلوف من آل شاليش لتخرج بمظاهرة ضد بشار الأسد ليخرج وراءه. ونحن نعلم تماما أن آل مخلوف وآل الأسد مهما كبرت عائلة الأسد لن تصل عند الطائفة العلوية إلى مستوى آل مخلوف. حافظ الأسد عندما أراد أن يتجوز أنيسة مخلوف رفضت لأنه ليس من مستواهم، فتم خطفها فخطفها وفي عام 1956 خطفها، يعني خطفها عنا بالساحل بيقولوا شردة. وصلت الفكرة سيد. هل يستطيع بشار الأسد الآن أقول لك هل يستطيع سريعا تفضل الأسد؟ هل يستطيع بشار الأسد الإفراج عن رامي مخلوف الآن؟ هو لا يصوى، وقع في ورطة كبيرة جدا مع آل مخلوف عندما حجز أمواله واحتجزه. هل يستطيع؟ هو لا يستطيع، لو كان يستطيع قتله لأسقطه أسقطته الطائفة. لماذا برأيك؟ لماذا سريعا سيد بشير لماذا؟ لأنه لا يستطيع، إذا قتله ستنطفئ الطائفة برمتها ضده. ورامي مخلوف وآل مخلوف أقوى من آل الأسد شعبيا عند الطائفة العلوية. وصلت الفكرة. أعطي يعني لضيوف الكرام وأيضا بدمان عندك سيد صالح بكلمة بثلاثين ثانية نختم بها الحوار معكم، الذي تريد قوله في نهاية الحلقة. إخوتي الكرام، السوريين تأهبوا للعملية النهضوية ليس على الصعيد العمراني والتجاري والصناعي، وإنما نريد نهضة عقلية قادمة. معركتنا القادمة أحد أوجهها معركة تربوية امتياز. هناك طلاب اللي عاشت عند قسد تحت فكر إقصائي، واللي تربوا عند الداعش، واللي تربوا عند الإيرانيين، واللي تربوا عند جلافة النظام وفوضى حتى المناطق المحررة. نريد صياغة مشروع تربوي شامل ليقوي اللحمة الوطنية السورية على أسس جديدة، لأن النسيج الوطني في خطر كبير. شكرا لكم. أيضا سيادة العميد، ما الذي تريد قوله في نهاية يعني طبعا أنا أقول الفكر الثوري هو نسف كل المفاهيم التي كانت في السابق وإعادة خلق المفاهيم الثورية الجديدة، وطبعا حصل استدراج إيديولوجي للشباب الموجودين في كل سوريا. يجب أن نعيد تأهيل هؤلاء الشباب لكي يتمتعوا بفكر وطني لصالح سوريا ويبتعدوا عن كل ما علق في أهل. إذن الشباب هم يعني سيقودون المرحلة المقبلة في سوريا. أنتقل إلى الدكتور فايز أيضا بثلاثين ثانية، ما الذي تريد قوله في نهاية هذا الحوار دكتور؟ تعيد وحدتنا وبناء هذه الوحدة، بناء سوريتنا بغض النظر عن الانتماءات العرقية والمذهبية. علينا أمامنا معركة كبرى، معركة البناء ومعركة إعادة بناء بلدنا والوصول إلى دولة حقيقية، لأننا إلى الآن كنا نعيش في وهم أننا في وطن، وأن نكتشف أننا كنا نعيش في تحت حكم عقابة. فالمهمة خطيرة جدا والمسؤولية كبيرة جدا، وهذا يترتب على السوريين أن يتحملوا مسؤولية بناء بلدهم ودولتهم المدنية الديمقراطية لجميع أبنائها، تحقق العدالة والازدهار والمساواة. وصلت الفكرة. أيضا إلى أنتقل لسيد بشير المعارض السوري، ما الذي تريد أن تقوله في نهاية هذا الحوار سيد بشير؟ أقول أننا عشنا 50 عاما غرباء في وطننا. غرباء في وطننا. هذه المرحلة انتهت، وأي رئيس قادم لن يستطيع أن يكون كما كان سابقا. سوريا تغيرت وسقطت ألوهية الرئيس، وتنبي سوريا حرة ديمقراطية لكل أبناء الشعب السوري. شكرا لكم أستاذ أسامة بشير المعارض السوري، كنت معنا عبر هاتف من بلغاريا. شكرا لكم، وأيضا نشكر هنا السيد صالح فاضل صالح مستشار التربوي والاجتماعي. شكرا لكم والله. وأيضا نشكر العميد الدكتور عبد الله الأسعد مدير مركز دراسات راصد الاستراتيجي، أيضا الشكر موصول لكم. والشكر موصول لكم سيد دكتور فايز نايف القنطار الأكاديمي السوري، كنت معنا عبر إلى الأبد. ما الذي تقوله؟ لن نسمع دكتور فايز. طويت صفحة آل الأسد إلى الأبد. طويت صفحة آل الأسد إلى الأبد. بالمية. شكرا. شكرا لضيوف الكرام، شكرا لكم على هذا الحوار ضيوف الكرام، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم بأمان الله.